بنتابع حالتنا مع المزين طلال طبار. اهلا وسهلا طلال، انا بسميك المبدع لانه بعرفك من سنين وبعرف انك انت مبدع. ثانك يو، ميرسي لشهادتك، وهي الشهاده بعتز فيها. يعني ما في شيء مثلا الاكستنشن بتعمل طريقه كثير حلوه، الجدله اول ما بلشت فيها انت، التسريحات الريترو بتعمل بطريقه كثير مميزه، يعني اكيد رح نشوف الفيديو اللي مصوره هالعام، ولكن عندك اسلوبك الخاص وانامك اللي بتتميز فيها. اذا بنرجع شوي لبداياتك، كيف بتحب هيك استيلك يكون، او كيف حبيت تاخذ هالخط؟ يعني انا دائما يعني اول شيء اخذت هالخط هيدا، انا بحب دائما اقدم افكار مميزه واشياء حلوه، فدائما انا بطلع على الموضه العالميه وباخذ خطوط عريضه منها ودائما بضيف لمستي لها. وانا من الاشخاص الانسان خيالي، بحب اتخيل، بحب الفن، بحب الرسم، بحب كل شيء بيتعلق بالارت، وكله بتابعه لاني انا انسان من جوا فنان، عرفتي كيف؟ وهالكوليكسيون هاي حضرناها، عملت اطلقت عليها اسم كيرفا هوليك. خلينا نشوفها فول سكرين بليز لحتى يعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي. هالكوليكسيون اطلقت عليها كيرفا هوليك لانه مستوحيه من كل شيء تموجات وانحناءات، عطيت خط مميز، خط غير تقليدي، حبيت اطلع بصوره هيك اوريجينال ومميزه. بنلاحظ هون في هيك تسريحه اوريجينال فيها تموجات عريضه للاشياء اللي بحبوا هيك، هون اشياء سامبل ورايقه للاشخاص اللي بحبوا يكونوا كلاسيك. ماشي فيها كيرفز الغره، موديل على الموديل على جنب، كثير بسيط وسمبل. حتى الميك اب هون كمان لاحظي انه بيتغير الميك اب من لوك للوك. بس لهلا شايفه انا لون واحد مشترك بالشعر، بتحب انت اصلا هاللون صح؟ اذا بنلاحظ في اضاءه بالشعر، بالنسبه لالوان الشعر هلا في اضاءه، في مطارح بنحس انه البني في تموجات بالبني، هذه تقنيه ال 3 دي اللي دخلناها بالشعر. تقنية جديدة بنحب نضوي بالشعر بتكنيك الصبغة، بدمج الألوان ببعضها بطريقة غير محددة، بنحس إنه كيف ما السيدة ضربت إيدها بشعرها بنحس إنه عم ينخلق عندها لون جديد. و بس بالأغلب طلال ميال للفواتح، يعني من تدرجات البني للعسل الفاتح. يعني هيدي فينا نقول الوان ربيع وصيف 2014. اكيد هيدي الوان والوان جديده تاعتنا هيك على ابيض على سوندري شوي، رجعنا لموضه السوندري للاشياء اللي ما فيها حمار. شو كيرفا هوليك؟ كيرفا هوليك هي بتشبه اسمها، كل شيء تموجات وانحناءات، حبيت ادخلهم بالشعر لانه لقيت حالي بتميز بهالخط هيدا. كل سنه بعمل كوليكسيون جديده، هيدي السنه عملت هالكوليكسيون، طلعتني هديك السنه كان عندنا الوردي، هلا طلعنا للتموجات، تميزنا اول شيء بالجدلات، رجعنا بالوردي، هلا تميزنا بالكيرفز. حبيت اعطي هالخط الجديد بعالم الكوافير. خط صعب من الواضح يعني بالتصاميم والموديلات، يمكن بتحس الاشياء منحوتي كانه منحوتي، منو عادي منو عادي. لا قد ايه بياخذ معك الشهر؟ بس ما كثير يعني حسب التسريحه، عرفتي كيف؟ امرار بتاخذ معي تسريحه، لنقول تسريحه عروس ساعه، امرار بتاخذ ثلاث ارباع الساعه حسب يعني شو هو التسريحه اللي عم نفوت فيها. طلال عم نرجع بنشوف شغل بالشعر، يعني مثل اللي شفناه بالفيديو اللي حضرتك صورته هلا، يعني غيرنا شوي عن السمبل، قطعت فترة الشعر سمبل، طرحة العروس محطوطة على شعر مفروض انجق مرفوع من قدام، رجعنا نشوف الشغل بالشعر، رجعنا نشوف الأولدز إذا بدك، بشو هذا مترابط؟ ما يعني شوفي الموضة هي تقريبا كل 20 سنة بترجع بتعيد حالها، بنلاحظ إنه من 20 سنة كان في عنا الغرة العالية، أوكي؟ هلا رجعت درجت. هون عم نشوف المعرض كمان. المعرض فول سكرين، نعم المعرض كل سنه الودينج بوليس، نحن كل سنه بنشارك، هاي السنه الخامسه بنشارك فيها. واذا بتلاحظي كمان انه التسريحات اللي عملناها كل يوم بالمعرض على مده خمس ايام كانت مترابطه مع الكولكسيون، كل يوم كان عندنا تسريحه اوريجينال. هون تميزت التسريحه بغره على جنب وشنيو ميل على جنب واحد لانه كيرز. بنلاحظ كمان الوان شعرها للصبية كيف متموجين، بنحسهم في تموج بالالوان والوان غير محدده. هذا اللي عم نقول عنه دارج اللون، مايل على ابيض صح، على سوندري، على بايا. يعني انت عم تحكي الكلمه التقنيه سوندري، ولكن نحن النسوين المتداوله يجيلك هاللون متداول، يعني عم بحكيهم بلغتهم، ولكن انت الصح اكيد طلال.
فهذا كمان هون عم شوفهم اشقر اشقر في بلاتين في بلاتين بس في يعني متراكم مثلا هيك موديل شعر هلا الرولو اللي بقلب الشعر قديش اخذ معك وقت؟ تقريبا شيء 40 دقيقة عن جد دعانه ينفك هالشعر كثير اخذ كومبليمون هيدا هالتسريحه هاي كثير اخذت كومبليمون كنا كل يوم بتسريحه مميزه هون نلاحظ انه الشعر كمان شنيو مايل على اتجاه واحد هيك غريب وجديد هون تحمست العروس كان عندنا حدا عم بيعزف جيتار على الستاند تبعولنا وتحمست فبلشت ترقص طلال قديش بتحب تتدخل يعني تروح مع العروس بشكلها بالميك اب اذا بدها تعمل تاتو ما بدها تعمل تاتو لان في كثير من الاشخاص بينطروا العرس ليقرروا اذا بيعملوا تاتو او لا انا دائما عندي بحب اقعد انا والعروس قبل تقريبا 4 أشهر 3 أشهر لنجتمع معها لنشوف هي شو حاطه براسها شو فكره العرس بتعرفي هالايام عم بيكون في فكره للعرس فانا دائما بحاول افهم فكره العرس وهي شو حاطه براسها شو حالمي العروس تطلع نهار عرسها وبنصحها بيجي بتناقش انا وياها بقول لها مثلا على الواتي مثلا ما بيلبق لك لا بدنا نعلي مثلا انت بتحبي مثلا الجدوله حندخل الجدوله حنكسر معها مثلا اشياء ثانيه حنعمل كيرز مثلا هي بتحب الريترو ممكن نكسر الريترو مثلا بالغره نطلع من الكلاسيك تبعه نخلط هلا كثير دارج خليط بين الاشياء الكلاسيك والاشياء يعني الاوريجينال بين الاشياء الكلاسيك نكسرها بالاوريجينال نكسر الكلاسيكيه تبعيتها هم لاحظ انه العروس اللي اخر يوم عنا بالمعارض كانت ليس مثلا لنفرجي العروس انه طلال طبارة كمان قادر يسرح يعمل تسريحة كتير سمبل وكتير بسيطة لانه مرق عنا بالكوليكسيون اشياء فيهم شغل كتير تميزت بالكوليكسيون دخلنا الجدولة اللي تميزنا فيها وطلعنا منها بس عروس طلال طبارة ما لازم تكون جريئة لحتى تتماشى مع الشيء اللي انت بتحبه وتقدر تنفذ من قلبك بدون ما تتدخل نو مش ضروري مش ضروري اذا بتلاحظي يا سام كانت اخر تسريحه كان شعرها ليس بس عملت شغلتين بسيطين جدا هن كانوا الكيرفز اللي دخلتهم على جنب واحد مع الانحناء اللي كنت عامله بالغره بس وكانت كثير سامبل وكثير حلوه فينا نكون سمبل لا انا ما بزعل انه اذا زبوني هي حابه تكون اذا العروس حابه تكون انه سمبل لا انا قادر اعمل لها سمبل بس بده يكون في تاتش تبعي طلال طباره يعني تاتش صغيره ممكن تكون جدوله داخلي ممكن تكون ورده داخلي ممكن شعرها ليس ممكن شعرها ويفي بس بده يكون في لمسه زغطوره الروح تبع طلال موجوده بقلبها يعني مثلا مش ممكن تلاقي شيء تقليدي لا انا دائما بحب جدد بالتسريحات تبعولي شفنا تسريحات عروس شفنا تسريحات فيها تعتمد من قبل السيده لاي مناسبه هي بتحبها ولكن اذا بدنا نقول للسيدات شو دارج من موديل بشكل يومي لربيع وصيف 2014 عم نشوف هالايام من ميلي عم بيكون على الزيرو او على الوان من ميلي عم بيكون شعر النساء يعني الرجل مع المراه شوفي هاي شخصية قليلة للصراحة الشخصية هون بس عم نشوفها كثير ايه عم نشوفها ديجي نسبتهم تقريبا هني 10% هو الأشخاص هولي أشخاص عندهم شخصية معينة هني بيحبوا عندهم ستايل معين بيحبوا يطلعوا فيه بس أنا يعني أنا بتناقش مع زبونتي بشوف هي بتحب أنت تكون ايه هيك المرأة شوفي أنا بدي يعني أعمل صورة حلوة عن المرأة أو عن الصبية إذا صبية بيلبق لها لنقول ميل قصير ميل طويل ليش لا وبتطلع ستايلش ما في مشكل بس بدي أطلع بدي يكون في أعمل دراسة عن اللوك تبعها عن حياتها اليومية شو بتشتغل هي كيف ستايل لبسها بدي أشوفها بدي أطلع بستيل الجينزة بستيل التنورة السكربيني كل التفاصيل الصغيرة هي بتكون لي هويتها للزبونة وبقدر أوصل معها أكتر وأوجهها بطريقة معينة أنصحها إذا كان بيلبق لها هيك ولا لا مثلا ما فيني انا اشوف سيدي هي كلاسيك تيجي تقول لي مثلا انه انا بدي اعمل اطراف شعري زهر هلا دارج البينك كل شيء تدرجات زهر دارج ما بقدر لا بجي بنصحها بقول لها ممكن جرب لك خصله صغيره شوف فيها يومين ثلاثه اذا اقتنعتي نمشي فيها بتطلع بلاقيها انه منا ستيلها هي بنصحها
إذا هي أصرت ساعتها هي على مسؤوليتها، وإذا لقيتها صبية وستايلش وبتحب يعني كله اللوك بيكمل بعضه. ما فيني أنا أجيب مدام كلاسيك أعمل لها بينك على أطراف شعرها، بدها تكون صبية يعني مهضومة عندها ستايل معين، بقدر أقدم لها البينك مثلا بيطلع مهضوم. يعني من الواضح أنك بتحب الأشياء الإن بحدودها بدون المبالغة فيها، يعني مثل اليوم أنت لابس إن دارج الآرمي هلا صح، درجه باعتدال، ما لبسته من فوق لتحت مثل ما عم كسرته تشوفه. بالابيض مع الاسود مع الكابينو لا يطلع هيك ستايلش، لانه اذا بدي البس كله ارمي فرح يصير اوفر. وهذا الشيء بتعكسه على اكيد هيدا انا هيدا على عملك. صح بعكسه عملي دائما، بحب اكسر الاشياء ببعضها، حتى الالوان بكسرها ببعضها، ما بحب الالوان تطلع يعني هيك قريبه لبعضها، بحب تنكسر بس ممزوجه ببعضها، بنحسها تمازج بالالوان لعالم الالوان. في قصات شعر درجي؟ قصات الشعر هلا القصات صارت كثير درجي بطريقه عمليه، بطريقه بسيطه، الصبيه تقدر تعمل شعراتها او السيده تقدر تعمل شعراتها بطريقه هي بالبيت تزبط ما يزبطوا شعراتها. القصات الدرجي هي القصات الفضفاضه اوكي للشعر الطويل، اما للشعر القصير درجي القصات اللي بنحسها على فوكري ما بقدرش قصير من ورا طويل من قدام، طلعنا منها درج كله طول واحد، ولكن على الاطراف في شويه ديجرادي صغير ليعطي شويه الشعر يكون فضفاض. لنرجع نشوف الفيديوز بختام اللقاء او فيديو العروس تحديدا اللي حنشوفه، ولكن قبل شو بتحب تنصح الصبايا والسيدات اثنين، يعني كل واحد نصيحه لحاله. الصبايا اول شيء بنصحهم هلا موسم بحر، رح نفوت على موسم بحر، وبتعرفي بحر وكلور وشمس بحاجه لعنايه اكثر، ويستعملوا الكريمات اللي بتحمي من اشعه الشمس وبتحمي من الكلور. وكمان للسيدات بنصحهم هيدي النصيحه يهتموا بصحه شعراتهم. شكرا لك طلال. ميرسي لك مينا، بس كمان اسمحي لي اشكر فريق العمل اللي يعني شارك بنجاح الكليب الحلو اللي قدمني، من ابرزهم المخرج اللي اهتمت لنا بهالاخراج ساندرا ابراز، والفوتوغرافر كارين، ومدام غريس ريحان اللي لبست هالفساتين الحلوين، وكمان شكر كبير للارت دايركتور سعيد حريري زميلي وجه له تحيه، وميرسي لكم. شكرا لك طلال. رح نرجع نشوف العروس، ومن بعد رح نشوف اختتام فعاليات المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون اللي نظمته نقابه الفنانين السينمائيين برعايه وزاره الثقافه اللبنانيه بقصر اونيسكو ببيروت، وخلاله تم تكريم مبدعين.